الله معكم اخوتي، سلام ربي يسوع بقلوبكم. انجيل متى 27 52 و53. كثير من المؤمنين ما بينتبهوا لهذا النص، بقول كثير من المؤمنين لانه فعليا عملت تجربه وسالت ما يفوق ال 100 شخص تقريبا او اكثر، اكثر 100 بكثير، بس انا اعتبر انه 100 شخص وهوليك العدد اكثر من 100 بشوي. ما كانوا كلهم اللي سألتهم بيعرفوا عن الموضوع، يمكن حدا طلع سامعه شوي صغيرة، ما في حدا عنده فكرة عن هيدي الآيات اللي مهمة كتير واللي صارت يوم صلب ربنا يسوع. وهيدي الآيات بتمتد، هي 52 و53 متى 27، بيحكي بذات الوقت عن بآيتين، عن يوم الصلب وشوفوا دغري شو، وعن القيامة قبل ما تصير القيامة. هلا شوفوا الآيتين كيف، إذا ما انتبهنا لهم أكيد يعني ما بنقدر نفهم شو عم يقصد هون كاتب الإنجيل بإلهام وحي من روح القدس. ب 27:52 متى بيقول: والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. هيدا يوم الصلب، لأنه لما يكون في 51 بيقول: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. يعني بيوم التشقق، يوم الصلب، لما صار في الزلزال والصخور تشققت والارض صار فيها زلزال وحجاب الهيكل انشق بالنص. دغري 52 بيقول: والقبور تفتحت وقام كثيرون من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته. ركزوا هون، وخرجوا من القبور بعد قيامته. هذا المقطع بينحط بالانجيل قبل ما نقول نحن انه صار في قيامة، او قبل ما الانجيل يقول انه راح النسوان على القبر وقال لهم شو جايين تعملوا هون، تطلبنا الحياة بين الأموات، ما كان بعد هاي. فشوف كيف بيلفت النظر حتى تعرفوا قديش مهم هذا المقطع. وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة أي أورشليم وظهروا لكثيرين. خلص هون بيتكمل. وأما قائد المئة والذين يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هو ابن الله. من كم نحن هون على طول ما بنتوقف قدام هول الآيتين اللي هن من أهم الآيات وأروعها، وبتحس بالقشعريرة أنت عم بتقولها. شو هن، شو تفسيرهم هون لما الرب يسوع قال قد أكمل وحن رأسه وتزلزلت الأرض مثل ما منعرف؟ في حدث كتير مهم صار، القبور كلها انفتحت. هيدي دلالة على أنه موت على الصليب الرب يسوع هو كان حياة رئيسية لكل المؤمنين بالقبور، فهو رب الحياة ورب الموت، هو عنده سلطان على الموت، فكسر الموت، انكسر الموت، انكسرت شوكة الموت بلحظة الصليب، تشققت كل القبور. ما بس هون بيكتفي بيقول: وقام كثيرون من أجساد القديسين الراقدين. حكي تحديدا عن المؤمنين القديسين والأنبياء اللي كانوا قبل مدفونين. خرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة. والقصة الروعة هون بالآية انه ظهروا لكثيرين. اوكي، تفسير هون اخوتي ما بدي اطول عليكم. هن قاموا فتحت القبور وقام القديسين، بس كأنه، مش كأنه، وقام كثير من أجساد القديسين، بس بعد شوي بيقول خرجوا بعد قيامته من القبور. يعني هن قامت الأجساد ورجعت لها الروح تبعيت القديسين، بس قعدوا بقعدة صلاة الثلاث أيام لبال ما أعطاهم الإذن مع قيامته، وقاموا فاتوا على أورشليم وصاروا يعملوا زيارات لأهلهم لأصدقائهم لناس جداد عم يعرفون على حالهم، بس هن كمان القديسين اللي بدهم يشوفون. واهل المدينه في كثير منهم شافوا، قالوا يا عم مش هيدا فلان، مش هيدا فلان، لانه كان في ناس من المؤمنين ميتين ما صار لهم زمان. هو ما بيقول لنا هو اسماء اللي قاموا مين،
ركزوا، ما بيقلنا أسماء اللي قاموا مين. يعني إذا أنا بدي أقول آه كان في كتير ناس معروفين قدامهم، أنا بقدر أقول، عم نحكي بشخصية مش شو بتقول يعني التفسير، هيدي رؤية شخصية، ممكن يكون يوحنا المعمدان واحد من اللي قام ومشي ودخل وظهر لناس كتار، يوحنا المعمدان. طيب هون أكتر بدنا نوصل ونقول القديسين كتير، القديسين يعني هن المؤمنين والأنبياء، وهون اختاروا مين ما بدكم بقى، تخيلوا مين ما بدكم اللي قام وفات وحكي مع الناس بوقتها بأورشليم. أنا بتخيل كتير، بتخيل داود، بتخيل نبي موسى، نبي داود، بتخيل كتير أشخاص قاموا بوقتها، يشوع قاموا بوقتها وفاتوا حكيوا مع الناس، واللي اجوا من بعدهم يعني بتخيل أرميا، كلهم. فإذا هون صورة رائعة جدا عم نشوف إخوتي مقروعة، كمان قديسي وأنبياء العهد القديم عم يتلاقوا بقديسي العهد الجديد. شوفوا مقروعة صورة رب الحياة ربنا يسوع. هذا المقطع موجود قلت لكم فيكم تشوفوه بمتى 27، مشان ما تقولوا شو عم يحكي الأبونا، وانتبهوا على اللي عم بيصير في هذه القصة، من أروع ما يكون. وليش هل كانوا هن بالقبور؟ أنا ما في أقول كانوا بمعنى أنه بالجحيم، يعني مثلا مار يوسف ما معقول كان بالنار ونطر وهلأ حتى قام من القبر، يعني مار يوسف بيسوى يكون من هالجماعة اللي قامت، مار يوسف نعم من هالجماعة اللي قامت. وليش لا زار ابنة مريم العذراء، وزار كتير من اللي بيعرفوه ومن اللي معاصرين لإله، هيدا موجود بالإنجيل. طيب لكن مار يوسف كان بالقبر، ولو مار يوسف البتول، مار يوسف القديس الحنان الطاهر اللي يشبه ملاك، لا هون في فرق أخوتي. الجسد حاطت تفتحت قبر قام أجساد الراقدين، الأجساد وليست الأرواح. الروح روح القديسين إرميا مار يوسف موسى كلياتهم ما كانوا هولي بالجحيم مطرح ما نزل الرب يسوع وكسر كل هالأبواب، لا هول كانوا بمكان انتظار الأتقياء والأنبياء ورجال الله، ما بيحطهم بالنار، كان في محل انتظار، محل الانتظار بيسوى يكون له أي اسم آخر، نحن عم نختار المكان الانتظار واللي هو لا يفرق أبداً عن الفردوس أو الجنة، هذا مكان انتظار القديسين لغاية ما الرب يسوع يفتح السماء ويطلع ويطلعون معه. بس ما هيدا كمان الرب يأخذ، إذا بنفهمه على الأخير بنصير الله. طب مارلياس وأخنوخ ما كانوا بمكان انتظار، كانوا بالسماء، الله قال صعدون أحياء. فإذا الرب يستطيع كل شيء وبأي شيء بيعمل اللي بده إياه، بنعرف. طب ليش قال إنه لكن الرب يسوع نزل وأخرج الناس وآدم وحواء، بصير نحكي هيك إنه نزل الجحيم وكسر الأبواب بموته، كسر الموت إيه، بس ما مش بالضرورة إنه يكون كل اللي كانوا ميتين قبل موجودين بنفس المحل. بتقولوا لي يعني كان في ناس بالسماء، ما هو قال إنه هو فتح السماوات يا خي إيه للموتى، بس نحنا في عنا مارلياس وأخنوخ طلعوا أحياء. المهم ما بشمن كتير انخربت ال يعني أفكار اللي عم يسمعوني، شوي شوي فكروا بالموضوع. مكان انتظار مار يوسف وموسى وأرميا وكل هول القديسين وداود، كل هول القديسين الرائعين أكيد غير مكان انتظار آخرين. نحن بنعرف أنه في عدة أماكن بيقدر يكون فيها المؤمن ودرجات السماوات. أنا كل الأمر اللي بدي أقوله أنه الأرواح كانت بمحل تاني وأتت بهيدي اللحظة وحضرت بالأجساد، وقام الأجساد اللي هن عظام رجعوا مثل ما كانوا، بس اجت الروح عليهم رجع قام هيدا وصار إنسان من لحم ودم، هيدي صارت بمحل تاني بالعهد القديم. رو مزبوط، وشوفوا انه كان بمحل ما حقلكم دوروا انتوا عليها، كان مرة عم يدفنوا ميت وسأبت هيدا الميت دق جسمه بجسم أحد الأنبياء القديسين وقام نط وصار يركض قدام العالم. وهيدا القديس او النبي الميت كان صار له زمان فكان متحلل. المهم اللي بدي اقوله انا انه ظهروا باجسادهم. طيب هيدي كمان بتعطينا صوره، طبعا انا قلت انه يعني الرب يسوع هو قهر الموت، له سلطان على الحياه والموت، ولو من مئات السنين وكانوا عظام
رجعوا قاموا هول العظام وتحولوا أخذوا شكلهم البشري. وتأكيدا على أخذهم شكل البشري قالوا ظهروا لكثيرين، يعني بيعرفون أنا ما يظهر لي واحد إلا أنا كنت ميت ما بصدق إذا جاي بالجسد، أصبح كنت أعرفه، أصبح مع الموجودين واللي ظهروا للناس كان في ناس بيعرفون. مش هيك عم بقول أنا، بتخيل أنا تأمل ذاتي، كان في مار يوسف، كان في مار يوحنا المعمدان، وكان غيرهم، وكان في أنبياء من اللي بيقدروا يظهروا للقديسين وتعرفوهم، اللقاء بين القديسين العهد الجديد والقديم. وبدي أقول إنه هيدي كمان صورة بتخلينا نقول بيوم الكبير، كانت هيدي كمان مثل مرحلة الناس تعرف إنه يوم القيامة يوم المجيء الثاني كلياتنا سوا رح نقوم من الموت مثل ما قام وقتها هول، بس رح نكون كل العالم الأشرار والأخيار رح يقوموا بأجسادهم ونحاسب، ونحن بالجسد البشري اللي عملنا فيه الخطية رح نكون بهيدا الجسد. هلا كيف هيدا الجسد؟ أنا وهذا الليس أغسطينوس حكي شوي عن هالموضوع إنه كيف واحد بده يعرف الثاني. أنا لما هلا أتعرف على واحد عمري 85 سنة رح يعرفني 85 سنة. إذا طلعت أنا وقت اللي قيامة الموتى باليوم الكبير وأنا ظهرت رجعت طلعت على الأرض وأنا شكلي هو عمر العشرين، اللي تعرف علي بعمر الخمسة وثمانين ما حيعرفني. وإذا أنا كنت بعمر الخمسة وعشرين سنة أو عشرين سنة وتعرفت على واحد وعملنا صداقة خمس سنين وغبت أنا عنه ورحت على بلد تاني وصار عمري تسعين سنة ومتت، إذا ظهرت بعمر التسعين كمان هو ما حيعرفني. أصبح كيف بدها تكون حتى نعرف بعضنا؟ كيف بده يكون حتى نعرف بعضنا؟ أنا عندي صورة لجدي على الحيط، إذا جدي ظهر بيوم القيامة كيف بدي أعرفه إذا ظهر عمره 90 أنا الصورة اللي عندي على الحيط عمره 25، أو إذا ظهر عمره 25 وأنا شايفه بصورة عمره 90 ما حأعرفه. إذن رح يقوم الموتى بأجسادهم مثل ما محطوط هون، سيقوم الموتى باليوم الكبير. وهيدي كانت مثل ما بدي أقول بروفا، بس مثل كأنه منظر للي بده يصير بوقتها. رح نقوم كلياتنا وكل واحد بيشوف الثاني رح يشوفه لهيدا الإنسان بالطريقة والشكل اللي كان شايفه فيها لما تعرف عليه. أنا مثل ما تعرفتوا علي شايفيني هلأ رح بين عندكم هيك، واللي تعرف علي كان عمري 20 ما عاد شافني رح يشوفني بهيدا الشكل، واللي تعرف علي كان عمري 80 رح يشوفني بهيدا الشكل. إن شاء الله بنعيش ل 80 ما بعرف، مثل ما الله بريد، بس الفكرة هي هاي. كلنا رح نشوف بعضنا ورح نعرف بعضنا بإلهامات روح القدس، ورح نشوف بعضنا بالشكل اللي نحن بنعرفه. كل واحد رح يشوف هيدا الإنسان بالشكل اللي هو شايفه قبل. هيدي هي اللي بيقول قام كثيرون أجساد القديسين والراقدين وراحوا حكيوا الناس، والناس كانت بتعرفهم ظهروا لكثيرين. روح هيدا المقطع رائع جدا حتى تعرفوا إنه بالجمعة العظيمة صار في كتير أشياء مهم كتير نحكي فيها، أهم من إنه شتت يعني الروم أحسن، لا يعني الكاثوليك أحسن، ما إلى علاقة. وإذا أنتوا عم تتمنوا إنه شتت يعني صار مثل ما صار بوقت أيام زمان مش مزبوط، لأنه إذا عم يتمنى إنه الكاثوليك والأرثوذكس إنه عم بيصير غيم وشوية شتة، إذا أنتوا عم تتمنوا يصير مثل وقتها بتكون تنرهبوا رهبة من الزلزال اللي بده يصير، تشقق الصخور وقيامة أجساد القديسين الراقدين. هون ما عم بيحكي عن كم واحد، عم بيحكي عن كتار من القديسين والأجساد اللي قاموا وشافوا الناس وحكيوا معهم، بس الباقيين فورا راحوا مع الرب يسوع محل تاني. والرب يسوع ما بيقول دغري أنا نزلت على الجحيم أو طلعت أو نزلت على الجنة أو رحت أو طلعت على الجنة أو نزلت على، شو بيشير هون أخوتي بيوم الصلب؟ قال له للص اليمين اليوم تكون معي بالفردوس، سحبوا أخذوا دغري. هيدا الله خلوه خارج الزمان والمكان اللي احنا بنعرفه فيه، وبذات الوقت بالزمان والمكان اللي احنا بنعرف فيه، لان كله بنتخيله بناء على تفكيرنا كيف طلع هلا بالفردوس وبذات الوقت نزل على الجحيم عم يشوف هون كيف نزل حكي مع ادم وحواء وبذات الوقت كم. يا اخي هيدا الله، هيدا الله القل لي القدره، ما تخلينا نحسه على وقتنا نحن. انا قاعد هلا مع اهلي بس بدي نص ساعه تروح لهونيك، كيف بقدر اكون بمكانين؟ ممكن احسم اقول ايه انا بروحيه ممكن اكون بهذا المحل وبهيدا المحل. يا اخي هيدا الله هو اللي خلق الكون، واللي الكون بالنسبة له مشي غبار، مشي قدام الله الكون. نحن كمبيوتر ما عم نعرف نفهمه بدنا نعبي كله هول براسنا. إذا خلونا نخدها على القد 27 إنجيل متى 27 52 و53 بيوم الصلب عادت الأرواح القديسين إلى الأجساد، بس انتظرت قيامة الرب وقاموا معه وفاتوا عم يبشروا بالقيامة. وهيدي كان مظهر صغير
للي بده يصير بالمجيء الثاني. والله معكم.